زميلنا الخبير الرياضي حسن شرارة معنا بالاستوديو. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. اليوم النقاش بيني وبينك، اليوم أنت الضيف، جهز لك على قد مثل ما بيقولوا معلوماتي بالرياضة. لا منيحة منيحة. يلي بعرفه أنه برشلونة سحق ريال مدريد مثل ما بيقولوا بنتيجة كانت مدوية، نتيجة 4-0. هالنتيجة إلى انعكاساتها أو إلى أسبابها لهالقد؟ يعني بنعرف أنه الفريقين عندهم جمهورهم ومحبينهم وعندهم مثل ما بيقولوا تاريخهم. 4-0 بالنسبة لإلي ما كانت نتيجة عادية. هو في أكيد النتيجة مش عادية لعدة أسباب. بتصير بالفوتبول 3-0 و4-0 ومرات أكثر وصارت. بس وقت بيكون فريق مثل برشلونة مرق بثلاث سنين مثل ما بيقولوا عجاف، يعني إدارة فاسدة سابقة دخلت على القضاء مؤخرا، إدارة جديدة بعدها عم تمسك بأوراقها إلى سنة تقريبا، تغيير مدرب، رحيل حدا بحجم ميسي، فريق مرق بخضات كبيرة ومرق بنتائج كارثية بالفترة الماضية. بلش مع تغيير فني صار من حوالي الأشهر القليلة بعودة ابن النادي وأحد أساطيره تشافي لتدريب الفريق. بلش شوي شوي يتغير الوضع بالنادي وبلش هيك الصعود، يعني واضح أنه مدروس، يعني خططي إذا بدنا نقول، لو وصل لماتش ريال مدريد. إنما أنه الكل كان بيتوقع أنه ماتش ريال مدريد فريق برشلونة بعده فريق كله شباب أو معظمه شباب صغار بالعمر 19 و18 و17، أنه ما في خبرة وبده يواجه مطبات أب أند داون، يعني بده يطلع وينزل. أما أنه ممكن يكون ند قوي لريال مدريد بهالمباراة، خاصة أنه بمدريد وخصوصا تعرف ميلاد برشلونة وريال مدريد هن مش صراع رياضي، صراع سياسي بامتياز، له علاقة بالانفصال وله علاقة بالملكية. ف يعني أكثر المتفائلين ببرشلونة بإعلام كاتالونيا إذا صح التعبير لم يكن يتوقع أن يفوز برشلونة بسهولة، فكيف بالفوز 4-0؟ طيب فينا نقول هل عاد برشلونة؟ يعني هل رجع لك السؤال؟ انه هي انا بقول يعني بعض الاعلام الكتالوني عم بيقول ايه، حتى المدرب تشافي قال، وبعض اللاعبين كتبوا على السوشيال ميديا بيكي وغيرهم كتبوا انه عاد برشلونه. انا بقول انه عم بيعود، يعني فريق تم تسخيمه بين الذهاب والإياب بالفترة الانتقالات الشتوية بعناصر جديدة مثل أوباميانغ، تراوري، داني ألفيش، وقبلهم شوي إريك غارسيا وغيرهم. فريق بحاجة لوقت، يعني الخبرة حتى بمهنتنا بأي مهنة الخبرة بتنضج بمرور الوقت، بتستكمل بمرور الوقت. أما أنه عاد برشلونة كما يحلم به عشاقه طبعا بمباراة ريال مدريد، فرجوا دروس بكرة القدم بالتيكي تاكا، هذا الفن الجميل يعني. ولكن أنا بقول فريق بعضهم عقد لخضات، إنما هو أكيد على التراك صح، ماشي بطريق مزبوطة، يمكن بعد نهاية هذا الموسم يعني تسخيم الفريق بعنصر أو اثنين إضافيين، وهني أوريدي جابوا لاعب دنماركي مدافع يعني بس بآخر الموسم بينضم لألون. بعتقد برشلونة مقبل على 4 أو 5 تغييرات مقبلة فنية، وسيكون الفريق اللي بيحلم يستعيد أمجاد السنوات اللي بين 2010 و2018 وبالتالي أو 2005 و2018 وبالتالي بيستعيد هذا الرونق الجميل. ومن يدري يمكن نشوف ميسي مجددا ببرشلونة. مين بيعرف؟ على كل حال في عنا مشاهد رح نشوفها، بس بدي ارجع للمباراة تقنيا شو صار، يعني كيف تشرحها كخبير رياضي حسن هالنتيجة 4-0؟ شوف برشلونة قدر يحل مشكلته الهجومية مع استخدام أوباميانغ قبل بالفترة بين الذهاب والإياب، قدر يعمل المدرب تنظيم دفاعي، قدر يعبي الثغرات، قدر يشحن لاعبينه بالرغبة بالفوز، بالالتزام، بالانضباط، بالأهم بالالتزام بالجماعية وعدم التوتر تحت أي ضغط. كنا عم نشوف سرعة باسترداد الكرة، وهيدي عوامل انفقدت لفترة طويلة ببرشلونة خلال السنتين الماضيين. بالمقابل
كنا عم نشوف خليني أقول أخطاء كارثية من مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوت المدرب الإيطالي. ربما ليه اعتبرتها كارثية؟ لأنه ما بتقدر تلعب ضد خصم بتغيير فجأة بطريقة اللعب. يعني هي وجهة نظر، يمكن حتى أنا رأيي وجهة نظر، ونحن عم نحلل من بعيد، ما بنعرف شو المعطيات المتوفرة على طاولة المدرب. بس المدرب فجأة بعد فترة من الاستقرار الفني غير الرسم التكتيكي للفريق بهالمباراة. شفنا مثلا أحد أفضل لاعب بالعالم من 3 سنين مودريتش، شفناه بغير مركزه، بدل ما يكون بنص الملعب شفناه لاعب وهمي، عمل خلل بنص الملعب. غياب كريم بنزيما اللي هو أنا برأيي اليوم هو أفضل لاعب بالعالم، غياب كريم بنزيما أثر كثيرا. كيف؟ على خلينا نشرح شوي، يعني هل قد غياب كريم بنزيما أثر على الأحداث الرياضية؟ هو مش مفروض أنه غياب لاعب حتى لو كان بحجم، برجع بقول لك برأيي الشخصي أفضل لاعب بالعالم اليوم، مش مفروض يأثر إلى هذا الحد. ولكن التغيير اللي عمله المدرب بشكل الفريق ليعوض غياب بنزيما هو اللي أثر. تغيير لم يكن موفق. البرازيلي رودريجو واضح أنه يفتقد إلى الكثير من الخبرة. جونيور اللاعب البرازيلي المتميز بهالسنة كمان غاب عنه نصه الثاني اللي هو بنزيما. التغيير بنص الملعب عمل فراغ بنص الملعب، وبالتالي سمح لبرشلونة اللي كان أصلا مثل ما بقولوا نازل مستقتل، يعني بكل ما في مجال، سمح له أنه يهون عليه المهمة. يعني بدل ما يكون عم بيبذل جهد خليني قلت 80% ليسيطر، كان عم يبذل جهد كتير أقل ليكون هو بمرحلة. كأنك عم بتقول حسن أنه التكتيكات اللعبة يعني الأهميتها بأهمية إذا بدك من يقوم بهذه التكتيكات. طبعا وحتى ومن ينفذ هذه التكتيكات. صح، وحتى ميلاد خلال المباراة، يعني يمكن المدرب مش يمكن أكيد بشوف شيء ما عم بصير من الخصم أو شيء ما عم بصير بفريقه، بيعمل تغيير ما بشكل الفريق بتكتيك الفريق. الفوتبول ميلاد في كتير تفاصيل الناس ما بتنتبه لها، الناس بتشوف الماتش، بتشوف الجوال، بتشوف الفرص إلى آخره، بس في تفاصيل كتير الناس ما بتنتبه لها. طب حسن، اليوم ريال مدريد هو فريق بالقمة، هل بعد في مجال لمنافسته؟ طبعا، هي النتيجة ممكن تكون خلقت أمل. كيف؟ ريال مدريد اليوم هو بصدارة الدوري الإسباني، بالمناسبة هو الانتصار الأول لبرشلونة من 3 سنين على ريال مدريد، تحديدا من 2 آذار 2019، يعني بالضبط من 3 سنين. اليوم ريال مدريد بعده بالصدارة، عنده 66 نقطة، إشبيليا 57، برشلونة 54. اللي بيطلع الفرق بيقول 12 نقطة باقي 9 أسابيع على نهاية البطولة، كتير صعب. لا، بالفوتبول مش صعب. برشلونة عندهم ماتش مؤجل، إذا ربحوه على ريو فايكانو بيعملوا الفرق 9 نقاط، وتسع نقاط عم تحط المتصدر تحت ضغط. كيف إذا كان شوي متراجع ومنافسه المتأخر عنه بصعود صاروخي؟ فلا، بعد الأمور مفتوحة وصار في أمل، على الأقل صار في أمل. هذا اللي قاله مدرب برشلونة تشافي. لكن برجع بقول إنه هذا ريال مدريد، هذا أحد أهم أندية العالم، هذا النادي اللي ما بيوقع بسهولة. ممكن يخسر معركة مثل اللي خسرها يوم الأحد بالليل، ولكن خسارة حرب مش سهلة مع فريق. شو قصة الدراغون؟ قصة الدراغون هي لاعب برشلونة وأرسنال السابق أوباميانغ الجابوني. هذا اللاعب إجا على برشلونة هلأ بفترة الانتقالات الشتوية، كان عنده مشاكل كتير بأرسنال، وطبعا هو مهاجم من النخبة بالعالم. قدر بسرعة أنه يفوت بأجواء برشلونة، قدر بسرعة أنه يصير هداف الفريق، كل ماتش عنده جول أو 2 وصناعة هدف. يعني بماتش ريال مدريد سجل 2 وصنع هدف. بعد هدفه الثاني، هلا اذا بتفرجينا معي الصوره، راح لمكان معين عند الجمهور، اخذ طابه حمراء ووقف بطريقه معينه، بتصور عم نشوفها بالصوره. يلا هلا بنشوف الصوره. طبعا بعد الماتش سئل، كان احتفال. هيدا عم نشوف هون كريم بنزيما مايا اللي كان حزين جدا على المدرج لانه كان مصاب وما قدر يلعب.
وهيدي هي الصورة اللي عم قلكن عنها. شوفوا الشاب اللي وراء أوباميانغ هو اللي كان عم يعطيه الطابة الحمراء الصغيرة الموجودة بإيده واحتفل على طريقة خاصة. سئل بعد المباراة انه شو هيدي الطريقة، فقال لهم هي نفس الاحتفال اللي بيحتفلوا ما يسمى دراغون بمسلسل الكرتون الشهير دراغون زاد، وهو بيعشقه لدرجة انه عمل له وشم على جسمه. اللافت كمان عم قال لك في تفاصيل بالسبور مثل كل شيء بتبقى هيك خفيفه ولطيفه وبتضيف اصلا اجواء على الملعب وبتبقى هي الحدث من بعد انتهاء المباراه. مزبوط. لاعب الالماني بريال مدريد توني كروز كان دائما ينتقد تصرفات أوباميانغ، يعتبرها انه غير لائقه ويقول عنها انه هو قدوه وما لازم يتصرف بهالطريقه. بس بالفوتبول دائما الروح الرياضيه حلوه. لا، اللاعبين قبل المباراه التقوا وتصافحوا ومزحوا مع بعض، هذه هي رساله للجمهور انه لا، السبور فيك تلعب تربح بنتيجه كبيره او نتيجه صغيره، بس مش ضروري نضرب بعض 100%. فيك ضلك عم تتسلى انت وعم تلعب، يعني ما تحولها تتمتع بهال بهال سوف. اذا قلت لي يعني قبل شوي قلت لي ما حدا بيعرف يمكن ميسي يرجع على يعني الاحتمال موجود على برشلونه. برايك قد ايه اذا بدك هالتغييرات اللي صارت بهالفريق، مثل ما قلت تغييرات على عده صعد، لانه حكيت عن صعد مثل ما قلت اشياء سياسيه واداريه وفنيه وكل، قد ايه برايك هيدا الشيء ممكن يشكل عامل اذا بدك لعوده برشلونه، عوده هال مثل ما قلت هالسنين، عوده هالانجازات، عوده هالصوره يلي محفوره باذهان الناس. ميلاد بالسبور عموما بالفوتبول خصوصا ما في ثوابت، يعني ما في حدا على طول فوق. انت اليوم بتبني مجموعه، برشلونه مرق عليه فتره سنوات طويله، ميسي، تشافي، انيستا، هذا الفريق الاسطوري اللي سيطر مش على اسبانيا، سيطر على كره القدم بالعالم. طبيعي انه يرجع يمرق بمرحله انحدار، انما كان الانحدار قاسي وله اسبابه الداخليه طبعا. اليوم برشلونه عم يبني فريق جديد، حتى جمهور برشلونه منقسم اليوم، بيقول البعض بيقول انه رجعت ميسي بتعطي زخم لهي المجموعه، البعض الثاني بيقول لا انه عم نبني فريق جديد خلينا مكفيين. بكل الأحوال ميسي بيبقى هو الاسم العظيم بكرة القدم. صحيح. لا، ورجعته على برشلونة إلى تقلى، وهذا اللي قاله المدرب تشافي. إنما بدك تشوف هل تجاريا وتسويقيا وفنيا فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان اللي مملوك من قطر مستعد للتخلي عن ميسي اليوم، ونحن على أبواب كأس العالم اللي بتستضيفها قطر. أنا بقول مسألة مش بدها بحث. أنا بدي أشكرك كثير. أنا بس ميلاد بدي أقول شغلة محلية قبل ما نختم. أكيد تفضل. امبارح كان جمهور النجمة عم يعمل اعتراض كبير بالمئات بملعب النجمة عم يتجمع. نعم. شفنا تقرير عنه بنشرة الأخبار، مطالبة برحيل رئيس النادي السيد أسعد السقال اللي كان تنحى ليلتها، وتشكل بالنادي لجنة جديدة لإدارة المرحلة المقبلة بانتظار إجراء انتخابات. أنا بس بدي أقول أنه نادي النجمة هو نادي بحجم وطن، نادي هو الأكثر شعبية بلبنان. بتمنى على رئيس النادي المتنحي أسعد سقال وعلى اللجنة اللي هلأ عم تدير النادي والمجلس الإدارة أنه يفكروا بالنادي بهالطريقة بعيدا عن أي أنانية، عن أي رغبات شخصية، ويفكروا أنه جمهورهم الكبير بيستاهل أنه يضحوا كرماله، وتاريخ النادي وألقابه وإنجازاته بتستاهل. 100% على كل حال مثل ما قلت الادارات بتتغير والنادي بيبقى. صح. والتاريخ تبعه للنوادي النادي بيبقى، وما حدا بيعمل تاريخ النوادي الا الجمهور. صح. يعني واللاعبين اكيد اللاعبين يلي مثل ما هن بيجيبوا شهره للنادي والجمهور. يعني كل حدا له دوره بمطرح. صحيح. بس بالاخر اللاعبين هن اللي على أرض الملعب 100%. على كل حال ما بعرف إذا كمان سمعت أنه قريبا بالميتافيرس رح بيصير في ملاعب رياضية جاهزة طبعاً. يعني يحكى أنه ما يمكن ريال مدريد وغيرهم من الـ من الـ من الملاعب على فيسبوك رح بيصير كله فيرتشوال. يمكن صرنا لا كله دخل. امبارح تحديدا بالليل قريت خبر عن فلويد مايوذر اللي هو أهم ملاكم مرق بالسنوات العشرين الأخيرة، وهو يعني حدا ملياردير وعمل اموال ضخمه. نعم.
امبارح كان عم يعلن بفيديو على انستغرام انه هو دخل بهذا العالم ودخل بشركه رقميه هلا عم بي خلص العالم كله يعني حتى الملاعب الرياضيه صارت عم تتصمم على الميتافيرس. انت وببيتك رح بتكون عم تحضر حيلا مباراه. هي بدها موضوع بدها حل. نعمل شيء نشوف شو حيتغير. حسن شكرا كثير لك وبالتوفيق. بنشوفك الاسبوع الجاي. فاصل بعده منتابع صباح اليوم.